بعض الزعماء اللي كيقول لك زعماء سياسيين كيخدوا واحد التعهد وقال لك قولوا لنا احنا كنقولوا لكم دابا اش غيوقع. السيد اش كيقول؟ سياسة ماشي ديالك. لا من فضلك من فضلك من فضلكم انا ما متفقش معاكم نقول لكم علاش. خليوه بلاصتو لانه اصبح مؤشر للفشل السياسي. صبحوا ونرجع لكم الشباب والشابات، راكم في الطريق الصحيح. هاد النتائج اللي جاو ديال الانتخابات هما ايجابيه. الناس بغاوكم تبقاو بلاصتكم. انتوما ما سنواصل. احنا في بلاصتنا، ما نقولوش خصنا نمشيو ل 2026، احنا بلاصتنا. الناس بغاوكم كل صباح، معلوم باقي مجهود وباقي العمل ديال الحكومه، والناس فرحانين بالاغلبيه، وان شاء الله غادي نمشيو للامام وغادي يتجندوا. وابتداء من هذا اليوم بغيت الشبيبه اخرى، بغيت حزب اخر، لانه غادي نبداو نخدموا ونخدموا بالمعقول. وبغرس غرس، واللي ما عجبوش الحال يسب ويقول اللي بغى. كنحييكم. غرس غرس الاحرار ولاد الناس، الاحرار ولاد الناس. كنشكركم. شكرا. كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنشوف الدعم ديالكم كل نهار في لي ريزو سوسيو، وانتم حاضرين وكتقولوا الكلمه ديالكم. خذوا الكلمه، تكلموا، ما تخليوش لهذوك المهرجين والشعبويين هما اللي يتكلموا. عندكم ما تقولوا، راسكم مهزوز. واحد العدد ديال المسائل اللي عملت الحكومه وعملت الاغلبيه، ثقوا في راسكم، حنا ثيقين فيكم. زيدوا الامام. شكرا لكم.